السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم عن التشطيبات والديكورات، يعني هتستلم بمعنى أصح شقتك على المفتاح. خليني بس أصبح على زميلتي ونبدأ موضوع حلقتنا. صباح الخير يا أستاذة. صباح الخير يا أستاذة إيه. تكلمي بقى عن موضوع الحلقة؟ أكيد طبعاً، صباح على السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة. زي ما عودنا حضراتكم كل يوم سبت بنستضيف ضيف بنعرف سر من أسرار مهنته. والنهاردة الصراحة حلقتنا جديدة جدا لان احنا هنتكلم فيها عن التشطيبات والديكور. مين فينا ما بيحبش يشطب شقته تشطيب كويس جدا او يجدد من الديكور بتاع شقته؟ طبعا النهاردة الحلقة هتمس كل اسرة وخصوصا الشباب المقبل على الزواج. معانا مفاجآت كتيرة في الحلقة، انتظرونا هنعرفكم كل كبيرة وصغيرة في التشطيبات والديكورات مع قائد من قواد التشطيبات والديكورات باشمهندس محمد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا باشمهندس مروان. اهلا وسهلا بحضرتك باشمهندس محمد. قبل ما نبدا موضوع حلقتنا عاوزين بس حد تعرفنا على حضرتك وشركة حضرتك الاول. المهندس محمد سعد. اهلا وسهلا. صاحب شركة السما الخاصة على الجاهزة وشركة كريدت هوم للتشطيبات والديكورات. اهلا وسهلا. باشمهندس مروان. انا مهندسة ديكور تصميم في شركة كريدت هوم. انا وسام. طبعا يا استاذة هند عندك التصميم. كنا نسأل اول حاجة استاذة مروة، ازاي حضرتك بتحددي الديكور المناسب لكل شقة؟ الاول احنا عايزين نعرف يعني ايه مفهوم كلمة ديكور. ديكور ده معناه ان انا بجهز المكان عشان يتناسب مع الوظيفة. تمام. مع وظيفة المكان يعني مكتب غير شقة غير مسرح غير كل حاجة ليها وظيفة معينة. تمام. ببدأ ان انا اعمل ده الديزاينز والكلام. يعني ببدأ اخلي كل حاجة ملائمة للوظيفة اللي المكان الشكل المكان. تمام. بعد كده في حاجة اسمها الطراز. الطراز ده بيبقى مختلف برضو من حاجة لحاجة. اكيد. بالظبط. طب ماشي استاذ حضرتك، نطلع فاصل بسيط ونرجع تاني. فاصل بسيط ان شاء الله ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم مره تانية ومع سؤالنا استاذه هند تساله مره ثانيه. باشمهندسه كنا بنتكلم عن التراث. عن التراث حضرتك ازاي بقى نفرق قلت لنا بين الديكور والتراث المناسب للمناسب؟ احنا شرحنا قبل الفاصل مفهوم الديكور بشكل عام. تمام. دلوقتي موضوع التراث ده بيبقى مختلف، بمعنى في واجهه، الواجهه بتبقى محتاجه تراث غير الانتيريور. كل حاجه كل حاجه حسب برضو ذوق العميل. بمعنى ان احنا ممكن نقعد مع العميل، العميل اصلا مش مستوعب برضو فكره طراز يعني ايه، برضو بيبقى الكلام ده بيبقى محتاج دراسات. فاحنا بنبدا ناخد منه مجموعه صور، بنبدا نفهم اللاين اللي هو بيحبه. بنبدا اتجاهاته في الالوان، بنبدا بتعرفوا ازاي الموضوع ده؟ كل حاجة لا، هو كل الصور والداتا وكل حاجة بيدهلنا بيبقى فيها دايما نقط مشتركة. بنبدأ العناصر دي كلها بنجمعها وبنوصل للاين معين هو بيبقى مش فاهمه، هو ان هو ده اللاين هو عايزه. احنا بنبدأ نجمعه وبنطلع منه بالطراز المناسب اللي بيبقى ملائم ليه، وفعلا بنوصل لنتيجة في الاخر. تمام. مش مهندس محمد من كلامكم ان انتوا بتعملوا كل حاجة في الشقة، عاوزين نعرف اكتر. هو الموضوع ان احنا اساسا بنشتغل عامه في شغل الهندسه بالعموم من اول الخرسانه، يعني بتاخدوها من الطوب الاحمر بمعنى من لا من الحفر الرمادي يعني كل حاجه من عرض الفاضي او واحد عايز يشطب شقته فبناخدها منه يعني. تمام. بس بنعمل الهيكل الخرساني عادي وبننشئ المبنى بالكامل. ونبدا بقى نحدد وحداته، لو هو فيلا لو هو عماره فيها شقق منفصله. بنشوف بنشطب وبنخلص كل حاجه على المفتاح. يعني كل حاجه بتعملوها، كل حاجه من الفيلا حتى الفاش كمان، الكهرباء كل حاجه حتى الفاش. يعني معلوم بس ان هم يحددوا لحضرتك المساحه اللي هم عايزينها وحضرتك انت متكفل بكل ده. بالظبط. من الف الياء. بنعمل التصميم طبعا الاول. وبنشوف ميوله ايه زي ما قالت الباشمهندسه ماوى. وبنحدد هو كلاسيك مودرن سيمي لحد ما نوصل لحاجه معينه في دماغه وخلاص نستقر عليها يعني. اكيد. باشمهندسه مروه، من المشاكل اللي جات لنا جدا ان ساعات الموقع بيكون كويس كل حاجه بس تدخلي على الاوض تلاقيها ضيقه جدا. دلوقتي طبعا في حاجه عملوها ان هي بتخلي الاوض واسعه. عايزين نعرف بقى النقطه دي من حضرتك ازاي. تمام. انا دلوقتي ببدا اتحكم في الغرفه، ان لو انا عندي غرفه دلوقتي ضيقه ببدا اتحكم فيها عن طريق الطلاء الجدران. الطلاء ممكن يبقى الفواتح، ابدا ابعد تماما يعني عن الالوان الغامقه. من وجهه نظر حضرتك
الالوان وكل ده دهانات الطلقات بيخليها ضيقه بيخليها واسعه طبعا الفواتح بتدي ايحاء بالواسع لكن الالوان الداكنه والغامقه كل ده بيدي احساس بالضيق كمان الشبابيك انا ممكن ابدا لو اوسع الشباك طول وعرض ابسعه تماما بيديني احساس بالوسع كمان الاضاءات بطريقه معينه برضو بيديني احساس بالوسع الارضيات في الفواتح بيديني احساس بالوسع كمان ان الغرفه الضيقه ما ينفعش ان انا احط فيها فرنيتشر او اثاث كبير لان ده بياخد من المساحه جدا سيمبل. لازم ممرات الحركه عندي بالظبط لازم ممرات الحركه عندي تبقى واسعه عشان احس ان المكان واسع يعني المشكله دي اصلا انتهت ما بقاش حاجه هي الفكره كلها برضه بتتحل في الالوان هي اللي بتخلي الالوان الفرنيتشر ده كل حاجه مكمله بعضها في التصميم تمام ممتاز جدا استاذ باشمهندس محمد شغل حضراتكم في كل الاماكن ولا اماكن معينه لا احنا شغالين على مستوى مصر احنا رجعنا شغل من بقى مصر كمان تمام هي الفكره كلها مبنيه على حته الائتماني ان احنا نقعد مع العميل ونوافق عليه وخلاص بس انما المكان ما بيفرقش معانا جالنا شغل في اسكندريه طبعا في القاهره في جميع مناطق القاهره جالنا شغل من بقى مصر يعني في العموم شغالين في اي حته الاستاف بتاعنا اكيد طبعا المساحه بتختلف يعني شقه غير عماره اكيد طبعا اكيد اه اكيد طب لو عايز اعمل مثلا اوضه واحده غرفه واحده في البيت ينفع برضه او بند واحد مفيش اي اعتراض لا مفيش اي اعتراض مفيش مشاكل لا لا كل حاجه لا مفيش مشاكل والله يا باشمهندس احنا بصراحه لما الاعداد الكنترول بتاعنا دخل على الصفحه عند حضرتك والبيج ما كناش متخيلين المفاجات اللي احنا شفناها بصراحه يعني ان حضرتك متكفل بكل حاجه حتى الفرش الديكورات يعني الواحد ما يشيلش هم بس ان الاونر يقول لحضرتك انا عايز كده يشير العريس والعروسه بس وخلاص احنا عندنا الامكانيات الفنيه للكلام ده كله من تصميم لتنفيذ بالعدد الكافي وبنتماشى مع السوق يعني بنحتاج حاجه على فكره مش معظم الشركات بتعمل كده يعني في حد بس بيبقى مختص فرش مختار مثلا تشطيبات ديكورات لكن كوحده متكامله صراحه يعني شابو لحضرتك اي عميل محتاج ان هو يروح مكان اللي هو ايه اللي هو يتاح فيه مش يفضل يجمع بقى من هنا ومن هنا لا يبقى هو كده خلاص راح المكان ده هيطلع منه مخلص كل حاجه لا وحاض يعني بس ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل له الرسائل اللي جت صراحه على الصفحه كفيله يعني ان هي بتشكر في حضراتكم وفي شغلكم الله يخليك باشمهندسه طبعا احنا اتكلمنا عن على التراز والديكور دلوقتي بقى مشكله الاسقف الواطيه نعمل ايه فيها احنا طبعا في الوقت الفتره اللي احنا فيها التعداد السكاني خلى ان احنا بنتوسع طبعا راسي نتوسع راسي فبيخلي الاسقف قصيره المنخفضه جدا بالظبط احنا في خمس عوامل نقدر ان احنا نتحكم في الموضوع ده اول حاجه ان انا ممكن عن طريق في الديكور عن طريق الخطوط الطوليه ان المكان لما بيبقى منخفض سقف بتاعه لو ابدا اعمل فيه خطوط طوليه ده بيديني احساس بالطول كمان الشبابيك اول ما اوسعها بطريقه طوليه برضو بيديني احساس بالطول كمان عندي الستاير اول مراكب الستاير من اول نقطه من بعد السقف لحد الارض ده بيديني برضو احساس بالطول كمان الدهانات ببدا ادهن بطريقه تدرجيه بمعنى ان انا السقف عندي يبقى افتح من لون الجدار يبقى افتح من لون الارضيه جميل. كل ده برضو بيديني الاحساس ده وخامس حاجه الاضاءه كفيله ان هي تديني المكان صغير جدا وتديني المكان واسع جدا بالنسبه لنا الاضاءه دلوقتي هي يعني يمكن عامل رئيسي الو سمعنا يا فندم انا مساهم بحضرتك الو ايوه يا فندم الو ايوه يا فندم ايوه يا فندم ازي الحال اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم مين معانا استاذ معاكي جميل مرجان يا فندم استاذ جميل اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم تشرفنا اهلا بيك الله يخليكي انا برحب بالبرنامج وضيفك استاذ محمد سعد اهلا وسهلا ازي حضرتك استاذ جميل اهلا بيك الله يخليك وجهه نظر حضرتك في شغل الباشمهندس ايه اكيد جربت والله بجد يعني انا يعني شفت كذا شركه بس بامانه يعني الشركه دي ارتحت يعني ارتحت لها وكانت كويسه معايا وكل حاجه بسطتها لي وكل حاجه بختار انا باختياراتي وبيقولوا لي على الحاجات الجديده على طول يعني تمام بس الشغل كشغل تمام صح شغل ممتاز ما فيهوش اي حاجه لا تمام متشكرين لحضرتك جدا يا فندم ألف شكر شرفتني يا فندم شرفتني
نرجع للسقف القصير مشكلته. بس فاحنا بالطريقه دي بقينا خلاص خلاص طلعنا من مفهوم ان السقف بقى منخفض، ما بقاش مشكله بالنسبه لنا دلوقتي. يعني افهم من وجهه نظر حضرتك ان الالوان والاضاءه بتفرق كتير جدا. الالوان والاضاءه كل عامل في الغرفه بيفرق معايا، بيديني احساس بالطول او بالوسع او ملهاش حل كده. بالظبط، يعني ما كانش ليها حل، كنا نسيب شقق كويسه جدا وموقعها كويس بسبب الحاجات البسيطه دي. دلوقتي بقى فيش مشاكل لا. بالنسبه للتصميمات او الديكورات كل ده بيتحل. بالظبط. تمام. مش مهندس محمد، اديك شايف الشباب طبعا والشغل ما فيش اكيد في تقسيط. في تقسيط عايزين بقى الفرح. احنا الحمد لله يعني بنقسط لحد 5 سنين. جميل، حلو جدا. فانت بتسلم شقتك بنستلمها منك ونسلمها لك على المفتاح. وبنعمل برنامج تقسيط طبقا للبطل اللي هو بيختارها. يعني طبعا احنا عندنا بطلات في الشير. عندنا 4 بطلات. حلو جدا. كل بطله وليها ساعه. تمام. وطبعا برضه من ضمن الحاجات اللي انا برضه عايز اتكلم عنها ان احنا بنحاسب على المساحه الصافيه. معنا مداخله تاني معلش. الو باشمهندس وليد. ايوه مع حضرتك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. الو. ايوه يا باشمهندس مع حضرتك، اتفضل. ايوه مع حضرتك. عايزين نعرف بس وجهه نظر حضرتك في شغل الباشمهندس محمد. استاذ وليد، مدير البلد. انا كنت احب ان انا اعمل مداخله مع سيادتك في البرنامج. طبعا ده شرف ليا. انا بشكر الباشمهندس محمد والشركه نفسها، شركه التشطيبات كريدت هوم. تمام. والناس دي فعلا على خلق وناس محترمه جدا وفيهم شعار الانضباط اهم حاجه المواعيد اكيد والدقه في العمل. تمام، ممتاز. انا بصراحه الناس دي اتعاملت معاها وبنصح اي واحد يحب يشطب شقته يشتغل مع الناس دي. حلو جدا. ان هم بصراحه مخلين العميل اولا واخيرا، يعني مصلحته عندهم اولا واخيرا. دي شهاده كبيره جدا. والذوق بقى طبعا من المهندسين المشرفين على كل جزئيه في التشطيب. وبصراحه يعني ناس فوق الوصف. انا مهما اقول فيهم ممكن الحلقه كلها تخلص على الشكر على يعني باشمهندس محمد، باشمهندس محمود، وباشمهندس احمد، ناس فوق الوصف والله. وبقول شهاده حق مش مجامله. احنا عارفين والله يا باشمهندس، احنا عارفين الناس دي على خلق ما شاء الله. وسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا كنت ببحث على شركات تشطيب كتير بس ربنا هداني للناس ديت، وفعلا لما اتعاملت معاهم لقيتهم فعلا هم الاقدر وان هم اللي يستحقوا ان الواحد يشطب معاهم. وبنصح كل واحد يحب يشطب شقته بكافه المستويات، عندهم المستوى الاقتصادي، المستوى الالترا لوكس، السوبر لوكس، كل المستويات، وبيريحوا العميل وبيشوفوا هو طلباته ايه وبينفذوها على اكمل وقت. تمام. تمام. نشكر حضرتك يا فندم. اشكرك يا فندم. انا ملاحظه ان من الريفيوهات اللي جت على البيج بتاعك حضرتك اهم حاجه عندك المصداقيه، اهم من الناحيه الماديه. يعني الناحيه الماديه بتروح وبتيجي، اهم حاجه المصداقيه. الحمد لله يعني احنا بادئين الموضوع صح وربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. الحمد. انا بس عايز ارجع لموضوع البطاط تاني. تمام. احنا طبعا بقى موضوع البطاط ده بيحدد فئه يعني نوع التشطيب اللي انت بتختاره بغض النظر عن الديزاين. يعني مثلا بنتكلم ان عندنا التاسيسات كلها بغض النظر عن البطره ثابته في الاربع بطرات، بحيث ان في النهايه الحاجه اللي بتتاسس ما بنعرفش نقر عليها تاني. بتبقى قابله للاستخدام وجودتها بتفوق الايه المطلوب. بس الفرق بقى في البطره بيبقى على حسب ايه؟ الاجهزه الصحيه، نوع السيراميك اللي العميل اختاره، الابواب. بس يعني في حضرتك ديكور بيفرق عن الديكور التاني اسعار كاسعار؟ كاسعار بالظبط. احنا عندنا 4 بطرات في الشيء. بس انتوا بتعملوا تسهيلات كبيره للشباب. التقسيط بقى عامه هو يعني هو الموضوع ده اللي ايه اللي فرق. يعني احنا لما جينا ننزل كان لازم نتميز بحاجه، لان طبعا انت عارفه شركات الديكور والتشطيبات كتير جدا. فاحنا قررنا ان احنا نتميز بالايه بالنقطه دي، والحمد لله هي قصايه جامد معانا. ايه تميز التقسيط؟ يعني مثلا لو انت مثلا جيتي فكرتي في الموضوع، واحد مثلا النهارده عنده شقته ومش عارف يشطبها، كذا حاجه عايز مش عارف يشطبها وقاعد في اقراه، لا بيبقى النهارده مش بيوفر فلوس، بينقل شقته. احنا في خلال من شهرين لثلاثه بنسلمه ايه شقته. وبدل ما بيدفع اقراه في الشقه اللي هو قاعد فيها بيدفع قسط. طب حلو جدا. ده شخص. في واحد عايز يتجوز ممكن يكون معاه فلوس بس مش قادر ان هو يشطب ويفرش في نفس الوقت. تمام. ماشي، بيوفر فلوسه مثلا للفرش وبجزء من مرتبه بيروح في قسط التشطيب واحنا اللي بنشطب له الشقه بالكامل.
طب انا برضو مش فاهمه النقطه دي ازاي بتضمن حقك حضرتك؟ عندنا حاجه اسمها ائتمان. مش كلها هتلتزم اكيد. لا ما طبعا اه احنا بناخد شيكات بنكيه تمام وبنستعلم على العميل، عندنا شركه استعلامات زي اي شركه يعني كموظف حكومي اه بننزل نستعلم على العميل ونعرف هو تاريخه ايه في المكان اللي هو شغال فيه، سكنه ايه، اسرته شكلها عامل ازاي، وناخد الاوراق كلها ونعرف هو حياته كانت عامله ازاي، وبناء عليه بنفهم ان الشخص ده يعني ايه ان شاء الله ايه متوافق ايه عليه. بس وعندنا احنا اضاءه بتعمل الكلام ده مخصصه هنا يعني. تمام. بس انتوا بتصبروا على الشباب يعني في شاب مثلا بيبقى نفسه يعمل شقه او كده، بتصبروا على الشاب لغايه لما يخلص قسط الشقه بتاعته صح كده؟ طبعا احنا عندنا حضرتك باقه لمساحه 100 متر بيبقى قسطها 2200 جنيه في الشهر. حلو جدا طبعا. على المفتاح 2200 جنيه في الشهر. حضرتك بترد على الشاشه في منتهى الجمال بجد. ممتاز. يعني بتسلموا الشقه وكل شهر يدفع من حضرتك 2200 جنيه شهري. انا حاسس ان في الباقه دي وبرضه باكد ان المساحه دي الصافيه يعني صفية. بنقيس المساحه الصافيه تطلع 100 متر. لو انت مثلا مشتريه الشقه من المطور على اساس ان هي 130 او 140 احنا مالناش دعوه بالكلام ده. احنا بنقيس المساحه الصافيه للشقه وهي دي اللي احنا بنحاسب عليها. تمام. يعني ممكن مثلا الشخص اللي عايز شقه يجي لحضرتك يقول لك انا عايز شقه مثلا بالباقه كذا. بتحدد له مثلا عايز يشطب شقه بالبره في مثلا بتحدد له مثلا هنا مكان ايه وهنا مكان ايه، عندي شقه مثلا في المكان ده او المكان ده ولا ايه النظام؟ لا احنا بنشطب الشقه مش بنبيعها. التشطيبات هي فكره الاستاذه هند. ممكن انت تختار له الشقه. انا فاكر ان تختار له الشقه. ده بيحصل فعلا. انا بقول لحضرتك على اساس ان انت تختار له الشقه مش بتبيعها. في ناس كتير بتيجي للشركه عندنا. انا مش عارف اختار، هسيبك انت. ده حقيقي. بالظبط. لسه يعني بالصدفه الاسبوع اللي فات احنا مخطئين شقتين لشخصين. تمام. الشركه عندنا حلو. بس واحنا الحمد لله يعني ايه يعني السي في بتاعنا مع الشركات الحمد لله قبل ما نتجه للعميل مباشره كان الحمد لله كويسين. تمام. باشمهندسة مروة، برضو في حاجة كنا عايزين نعرفها، الفرق بين التصميم الداخلي والخارجي للدخول. أنا مش فاهمة برضو إيه يعني السؤال دي. في ناس احنا في العموم بيبقى عندنا تداخل ما بين الاثنين، بنفتكر ان الاثنين واحد. لا الاثنين مش واحد. التصميم الداخلي ده أشمل وعام أكتر من الديكور. الديكور بيبقى في فكرة الألوان، الإضاءة، الفرنيتشر، الأكسسوارز، الكلام ده. لكن التصميم الداخلي ده هو شايل الديكور وشايل التقسيم المعماري جوه الوحدة وشايل التشطيبات، السباكة، الكهرباء، كل البنود دي كلها والواجهة، كل ده تبع التصميم الداخلي مش الديكور. الديكور يعني فرع من التصميم الداخلي. طب الخارجي والخارجي بالظبط. ممتاز جدا جميل. طب حضرتكم بتتواصل ازاي؟ يعني انا كشخص عاوز اتواصل ازاي؟ في ارقام تليفونات هي ظاهره دلوقتي على الصفحه فيسبوك. تمام. عن طريق الصفحه او عن طريق ارقام التليفونات اللي ظاهره على الشاشه اكيد. طيب برضه انا عايزين نصيحه لاي شاب او شابه مقبله على الزواج. بتنصحها بايه؟ عشان في ناس بتروح فعلا يعني في ناس بتروح لشركات وللاسف ما بيطلعش بنفس الخامات والماتيريال اللي هم بيبقوا عايزينها. بص حضرتك اصل هو يعني هنصح بايه؟ هو احنا عندنا الحمد لله يعني في الشركه حتى غير الشكل اللائق بنهتم جدا بحاجه اسمها استخدام. تمام. استخدام يعني هو النهارده مثلا جاي يوصل شاحن فما لقاش بيزه في المكان اللي هو قاعد فيه. لا ما فيش الكلام ده. تمام. كل حاجه بتبقى مدوسه متصممه ما عندناش شوب دوينت. حضرتك معانا باشمهندس محمد. الو باشمهندس. الو ازي حضرتك يا فندم؟ تمام الحمد لله يا رب دايما. بقول لحضرتك عايزين بس نعرف شغل استاذ محمد ايه رايك فيه؟ والله يا فندم انا احب اشكر باشمهندس محمد والفريق العمل بتاعه لان ما شاء الله الشغل عندي في الشقه هايل جدا يعني مش زي ما انا كنت متخيل خالص في البدايه يعني الشغل ممتاز مفيش حاجه غلط. لا ممتاز ما شاء الله. جميل جدا. انا في البدايه كنت هبدا اشطب شقتي بنفسي يعني اجيب صنايعيه واشطب شقتي بس اكتشفت ان بعد لما جبت مهندسين الموضوع فرق معايا خالص يعني. اكيد الخبره بتختلف من مكان لك مكان. هم فاهمين برضو شغلهم اكيد. سوري يا فندم. لا بقول لحضرتك هم افضل لان فاهمين شغلهم. طبعا الموضوع فرق معايا خالص لان انا ما كنتش متخيل ان في حاجات ممكن اعملها افضل من كده. ممتاز جدا. ده غير ان انا كنت قبل ما اعرف الشركه كنت سالت في شركات كتير قبل كده. لقيت ان
اغلب الشركات مفيش تقسيط غير على سنه سنه ونص بالكتير، ولقيت نفسي هدفع اكتر بكتير من المبلغ المطلوب في التشطيب. يعني طبعا في الاخر الشقه هتبقى شطبتها بمبلغ اكبر بكتير من المطلوب يعني. انما مع شركه باشمهندس محمد لقيت الموضوع فرق خالص يعني، غير ان انا بصرف على 5 سنين كمان، الموضوع اريح بكتير كماديا وانجزني في الوقت بشكل فظيع ما شاء الله. الله اكبر. انا يعني عرفتهم من شهرين تقريبا. دلوقتي خلاص الشقه يعني بتتشطب يعني في الشكل النهائي يعني يمكن خلال اسبوع هستلم الشقه ان شاء الله. جميل. اهم حاجه المصداقيه والمواعيد طبعا. المواعيد ما شاء الله عليهم ملتزمين جدا، واي حاجه انا بطلبها بتتنفذ، حتى لو حاجه اتعملت مش عاجباني ساعتها بتتغير. اكيد اكيد. شكرا لحضرتك جدا. متشكرين جدا لحضرتك. بنرجع للنصيحه تاني. تمام. هو الفكره كلها ان انا بنصح برضه ان اي حد عايز يشطب شقته يلجا لشركه. يلجا لمهندسين. هم فاهمين اكتر. ممكن يكون ان هو باصص لها ان هو بيوفر، بس هو في النهايه بيدفع اكتر بكتير ما يتعامل مع مهندسين ومع شركه متخصصه في المجال. ايوه ماشي. بيبقى الموضوع مختلف تماما. بس فاحنا بنهتم بكل حاجه زي ما بقول بالاستخدام والشكل، وبنحاول ان احنا نوصل المنتج بتاعنا للعميل اللي هو يبقى قاعد في شقته بيستخدم اي حاجه في متناول مكانه اللي هو قاعد فيه. تمام. ما يلاقيش بقى ايه ده اهم حاجه عندكم، بايظ الكهرباء والدولاب او بايظ الكهرباء والكومودينو. فتمام. لا كل حاجه بيبقى معمول حسابها. مشاكل ديت. كل حاجه بيبقى معمول حسابها وبس يعني. اكيد. نرجع معلش بس هسال سؤال بس. ماشي. تمام. يعني الفريق حضرتك بيبقى كام يعني كام فرد؟ يعني في ناس ما بتحبش ليه اللي هو كتير قوي. بالنسبه لايه؟ فرد اللي بيشطبوا كل حاجه. الشركه عندنا يعني؟ لا اصل على حسب الشغل المتاح. يعني على حسب يعني الشغل مش انا لو انا بتكلم مثلا عن ستاف التنفيذ والتصميم. احنا عندنا المهندسه ايه، مهندسه ماوى، مهندس سيام، مهندس اسلام، مهندس علي، مهندس محمود. فانت متخيله ان انت كل دي مهندسين موجوده في الشركه. قواد. في مهندسه نجوى كمان. ما شاء الله. تمام. بس دي بتساعدنا في التصميمات. تمام. ده بالنسبه للمهندسين. بالنسبه بقى لفريق العمل كله الحمد لله بتاعنا وشغال معانا من سنه 2011. من يعني سباك. يعني لو هشطب شقه في القاهره هتاخد نفس مده الشقه اللي بره القاهره. بالظبط. عادي يعني دي زي كنت لسه هسال السؤال دوت. لا احنا اشتغلنا في الساحل الشمالي كمان. اشتغلنا في الساحل الشمالي وعاملين شغل كتير في الساحل الشمالي. اشتغلنا في اسكندريه. ويعني الحمد لله يعني الموضوع بالنسبه لنا ايه؟ بندي مده 3 شهور وبنكون مخلصين قبل كده باذن الله ان شاء الله. حضراتكم اللي يعني بتديروا الشغل بنفسكم؟ ولا في غيركم؟ لا لا لا. حضرتكم بترد على رسائل بتشوف الناس كلها ولا بتنزلوا تعددوا؟ معانا يعني انا في معانا ستاف تسويق. هو اللي ماسك الصفحه بالكامل. بالظبط. هو اللي ماسك الصفحه بالكامل. تمام. وهو ده بعد كده اللي بيتابع العملاء في التحصيلات. يعني كل واحد عارف شغلته ايه. انا هشتغل في المكان ده وانت تشتغل في المكان ده. تمام كده. طبعا باشمهندسه في كل مجال لازم يبقى فيه مشكلات. اكيد في مشاكل كده او مشاكل طريفه حصلت لكم في شغلكم. ايه اطرف بقى مشكله حصلت كده؟ هو ان يعني ممكن نبقى العميل مش عارف يوصل لنا هو اتجاهه ايه او هو عايز ايه او بيوصلها بطريقه هو مش عارف يشرحها. فبنبدا بقى يعني ان احنا يعني اللي احنا عايزين نسحب منه انت عايز طب انت عايز ايه طيب؟ فنبدا عشان نطلع ايمج معينه للشقه بتاعته. انا مش بقول هو ده بقى هو ده بقى بيبقى الوقت اللي هو ما بين ما بين الجد والضحك يعني. احنا لا عايزين نوصل. طب حضرتك عايز نعمل لك الديزاين ده شكله ايه؟ كده بالظبط. طبعا احنا خايفين من حضراتكم والحلقه جريت بسرعه. فعلا. احنا كده خلاص خلصنا الحمد لله. الحمد لله. شرفتونا ونورتونا. انتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه.